شكرا للسيد الرئيس من خلالك وكل اللجنه الوطنيه. على هذه الفرصه اتيحت لقاء ثلاثي تفضلت يبرهن عن قوة ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التحالف الأبدي بين ثورتي الشعبين، ثورة أول نوفمبر المجيدة وثورة 20 مايو، وقوة ومتانة وصلابة العلاقة بين الشعبين الجزائري والصحراوي. حقيقة التاريخ أثبت ذلك، ودعم الشعب الجزائري والثورة الجزائرية ومؤسساتها عبر 40 سنة من كفاح ومعاناة الشعب الصحراوي لخير دليل على متانة وصلابة هذه العلاقة. إذن يعني حقيقة البحث عن العبارات التي يمكن أن تعكس ما نشعر به الجنان ومن شكر وتقدير وعرفان للجزائر تعجز العبارات، نعجز عن إيجاد هذه العبارات، يعجز اللسان. رغم يعني الصعاب، رغم العواصف، رغم سنوات المعاناة التي مرت منها الجزائر، دق الموقف ثابت شامخ راسخ لم يتزعزع. هذا مش بسيط، يعني قوله ذكر الآن، يعني احنا نعرف جميع سنوات التسعينيات عبر كل القطر الجزائري باستثناء أقصى الجنوب، يعني المناطق الجزائرية نعرف صعوبة الظروف التي رغم ذلك بقية تدافع عن المشاكل الدولية، تدافع عن شعب جار ظلم على حدوده، حضروه شافوها انتتفات، شعب صغير أرض كبيرة ثروات هائلة، يلا نقضع الإنسان ونستغل الثروات المستغلة. لكن يساوى تجاهل قوة الشعوب وقوة إرادة الشعوب لما تتمسك بالحق وتؤمن بهذا الحق وتستعد للتضحية من أجل هذا الحق لا يقهرها قاهر. لأن احنا الجزائر احتفلت 50 سنة الاستقلال، واحنا نحتفل الان 40 سنة ميلاد اندلاع الكفاح المسلح، ميلاد الجبهه الشعبيه تحرير الساحه الحمراء، وادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح 40 سنة، وبدون شك يقيننا بالله وحتميه النصر لا يوازيها ايمان، متيقنين انه اليوم والله بكره والله بعد بكره الشعب الصحراوي سيحتفل بذكرى الاستقلال لا ادري كم
الذكرى الثانية الثالثة العاشرة الأربعين، وعندما يحتفل بذكراه الأولى ستبقى الذكريات متواصلة والاحتفالات متتالية إلى الأبد. شعب صاحب حق، مؤمن بحق ومستعد للحفاظ. إذن شكرنا وامتناننا وتقديرنا للجنة ولجنة لجنة الصداقة والبرلمانية الصحية الجزائرية والإخوان اللجنة الصحراوية اللي قدموا علينا، احنا قلنا نستقبلوهم جميعا. قدموا علينا هم وضيوفنا، وبدون شك نجاح اليوم البرلماني الألف قدم الخطوات التي ستلي ستقرب إن شاء الله النصر، و نحييكم ونقول لكم الاحتفال احتفالكم، احتفال 40 احتفالكم، يعني مش احتفالنا وحدنا، ولا داعي نقول لكم تفضلوا احضروا في احتفالكم. العرضة عرضونا انتم عند دي ماي وفي ذا ماي ان شاء الله ساهموا مع بعض في اليوم الحالي من تاريخ الصحراء والجزائر معا. تشكرات كبيرة. توصيل الصوت الشعب الصحراوي في المحافل الدولية، وفي بعض الأحيان حتى يعني ما يسلوش أنه يجي دعوة المؤتمرات الدولية ولا النشاطات، فهم يبادروا ويخدموا، وهذا يعني شيء لازم يعني كذلك نوصوه ونعبرهم عن تقديرنا وعرفاننا، وهذا يعني يجسد حقيقة إرادة شعبية لانتخبتهم. لهذه الإرادة اللي حاملة هذه مبادئ التحرر والحرية والاستقلال والوفاء والعدالة هنا نعكسوها، فمشكورين ويدعمونا ويقويونا ويزيدوا في إرادتنا في الحملة الوطنية باش نواصلوا مع بعض. نشكرهم كذلك على المبادرة اللي خدوها باش يحتضنوا يعني في ظرف قصير هذا النشاط البرلماني اللي سنتجنب ليه كلنا حتى ينجح، وحتى نواصل المشوار لنشاطات أخرى دولية. عندنا يعني ما يمكنش أن هذا النشاط بارد وهذا المجهود كبير وفي هذا اللقاء أخوي ما نسمعوش يعني صوت البرلمان. يصعب علي الحال نفرط نعقل كلمة البرلماني على البرلماني نخليه نطلع. لكن سمحتوا لي فقط نقول كلمة في المنطقة. النائب الرئيس والمجاهد والمناضل هو اللي راح يتكلم، لكن فقط فيما يخص ما تقدم به الحاج وفيما يخص ما تقدم به أخي سعد السفير الصحراوية. أنا نقول لكم شهادة أنني بدون سعادة السفير وبدون أخ محرز ما كناش قادرين نقوموا يعني بما احنا رانا نقوموا به، تشجيعاتهم ومساعدتهم لنا. وهذا الملتقى اللي راح يكون غدوة هو بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية المسندة للشعب الصحراوي، بالتنسيق معه وبمساعدة سعادة السفير كل الاتصالات كانت عن طريق السفارة. يعني هذا الشكر الجزيل، وإحنا ما قمنا إلا بالواجب تاعنا أنا وكل إخواني في المجموعة، ووجودنا في كل مرة لازم نكون رايحين نقول، لأن هذا مبدأ إحنا خيرناه، وكان عندنا فرصة أننا نكون في لجان أخرى اخترنا أن نكون في هذه اللجنة، لأننا مؤمنين بمبدأ
ولازم نشوف هذا المبدأ. وإحنا ممثلين الشعب، الشعب أعطانا هذه الثقة، وكاين مبدأ، كاين موقف رسمي تاع الجزائر، وكاين موقف رسمي تاع المجتمع المدني إحنا كذلك فيه، وكاين موقف رسمي تاع الشعب. راح نبقاو دائما هكا لتفريد حرص إن شاء الله، إن شاء الله في ربي في العهد تاعنا إن شاء الله نكون مستقلات معكم. كلمة لأخي والمجاهد الكبير ونائب رئيس مجلس البرلمان واللي كان حاضر معنا في الزيارة اللي درناها للمخيمات، ونفضل أنه هو اللي يمثلنا هو اللي يتكلم. تفضل. شكرا السيد الغلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على مع إخواننا الصحراويين، عرفوا كيف جاءتكم تاع الجزائر. نشكركم بالدرجة الأولى سيرة الجزائر وجمعنا بهذا البيت الكريم، وباسم الوفد الجزائري النواب البرلمانية ومواطنين جزائريين. غير أنا حاضر معكم، إحنا نرحب بالوفد إخوان الكيما البرلمانيين وسط عربيين مواطنين وسع عدد السبيل بتاعكم ونتاعنا السادة الأهلين لأبوكم. إحنا نرحب بالوفد إخوان الحاضر، وأنتي تأكد من السيناريو هذا اللي جاء اللي راه تنشط في الفائدة نتاع الشعب الصحراوي. أنا بالنسبة لي تنشط حتى في الفائدة نتاع الشعب الجزائري. أنا أشوف ما كانش فرق بين الشعب الصحراوي والجزائر. من الانطلاقة الأولى نتاع الشعب الصحراوي في الجزائر ودعم الشعب الصحراوي، احنا في البداية لنا عقلها مليح، حياد بومدير اقطع علاقات مع المملكة المغربية ومع ولد دادة على بال الشعب الصحراوي. اخر ملاقات مع مختار ولد دادة كانت مع حياد بومدير هذا التاريخ في بشار، وما سمعش الجزائر زل يدعم الشعب الصحراوي. من الإعلام بتاع الجمهورية الصحراوية ومن بداية حربكم، احنا نقولوا حربنا وحربكم مع المملكة المغربية وقبلها مع الإسبان، الشعب الصحراوي بأكمله شاعر بجار صديق جار اللي فيه لا بيع لا شراء، انتوما وحنا جيران وخوت ودين واحد وشعب واحد. ولو كان فرق بين الاستعمار الفرنسي والاسباني هو الذي حل عليه خط الحدود قال قولنا قولنا، ولكن الجزائر معكم من البدايه. احنا الجزائر لو كان جو قال أي واحد يجاورنا وراها دولة ومستقلة ومصحة ونتفهموا مع المقاربة قاع من دولة، ولكن احنا شعب الجزائر شعب تاع ثورة، وحنا كنا مستعمرين ونعرفوا حق الاستعمار، وحنا ما قبلناش انتوما كان مستعمريكم الإسبان. وزاد المسيرة الخضراء الجزائر كانت مع الشعب الصحراوي من البداية، حكومات وشعب كل اللي يهضر من بعيد ولا من قريب مع الشعب الصحراوي. احنا مرينا في هذا الموقف، والشعب الجزائري برماته بأحزابه بجمعياته بكل الأنواع، معنا حتى اختلاف أقارب شرق شمال جنوب الصحراء. وحنا الصحراء القلبية شوفوها قطعة
للجزائر. وإذا كان كل الرؤساء اللي فاتوا بالجزائر ما كان حتى رئيس تخلى من بومدي الله يرحمه، حتى البوتفليقة ما كان حتى رئيس جزائري اللي تخلى لحظة واحدة على الشعب الصحراء. احنا الاستقلال نتاعكم هو نتاعنا، وان شاء الله احنا كنا قدنا ثورة 7 سنين ونص. احنا ما كانش قاعد نسمع خبرنا نديرو ما نديرو نحرقو نديرو المعارك نديروها كبيرة صغيرة، لعلك واحد يسمع باللي الجزائر راه فيها حرب. انتم اليوم العالم راه معاكم، العالم يعرف الشعب الصحراوي، العالم يعرف باللي الشعب الصحراوي ماشي حقه ومستعمر. الأمم المتحدة في قراراتها ولا كلها تأكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. الطمع يعني بان يبدو مازال كاين شعب باللي ديروا انتخاب ويمشوا مع المستعمر. انا زرت الشعب الصحراوي، لقيته شعب قوي، شعب مجاهد، شعب مثقف، شعب عنده إرادة قوية اللي ما يوليش قيد الاستقلال. وإن شاء الله يكون الاستقلال هو حليفنا وحليف متاع الصحراء القليلية. اليوم انتم راكم في اهلكم في الجزائر ولا في الصحراء القلبيه، تشعروا راكم في الصحراء القلبيه، راكم في الجزائر، تشعروا براكم في الجزائر، راكم في الصحراء القلبيه. احنا انا مجاهد ضرب جيش تحرير، وقفت معارك مع المصابين، نعرفوا حق الاستعمار ونعرفوا التدمير اللي خلق، ولكن الإرادة نتاع أنا زرت المتحف نتاع إخواننا الصحراويين وفرحت كل المعارك أنا كنت فيها. معناها جيش اللي يجيبوا الدبابات تمشى، ماهيش قال أنبار ولا حربوها في معركة ومرة، تتمشى موجودة. الشيء اللي هو موجود في هذا المعرض اللي هو كانت خانية من عند العدو، سواء الإسبان ولا المقاربة، أنا نحيي الجيش الصحراء ونحيي الشعب الصحراوي على مواقفه، وزيدوا قدام وقعدوا متفقين وقعدوا متوحدين، والوحدة نتاعكم هي الصح، الوحدة نتاعكم هي الاستقلال. احنا ثاني الشعب بتاعنا احنا نهار خلق الثورة، لو كان ما كاش متوحد الشعب من قربها الشرقة ما نبوش استقلال. الإرادة والوحدة نتاعكم هي اللي راها وصلتكم العالم يهضر على الصحراء القلبية، وراها فيها اعترافات جديدة وفيها إن شاء الله بوادر اللي هي تعود على الشعب الصحراوي بالخير. وإحنا وياكم رانا في حزمة واحدة ما فيهاش فرقتنا، والله مهما كانت القضايا راكم جزائريين وصحراويين، احنا واقفين. وانا نشكر في الجزائر كل اللي هما داروا جمعيات واللي داروا لجان تاع صدق واللي هما يجروا من اجل الصحراوي، انا نشكرهم باسمي كمجاهد وباسم الدولة الجزائرية. أنا راني ممثل تاع الشعب وممثل تاع الدولة، الدنيا راها معاكم أنتم وقدام بك. المتواضعين يقولوا العرب يبدأ بوجهه، أنتم مادام الصحراويين واقفين وقادرين هذاك الصح. احنا علاه قاطعين العلاقات مع المراكب؟ أنا من بداية فوتكم احنا بكم وين الدولة راها واجدها نمشوا لها وخلاص، على ندوروا على وحدة. ولكن احنا شعب ثوري، الشعب اللي نعرفوا حق الاستعمار كما قلت لكم، احنا مع ضد الاستعمار ومع تحرير الشعوب بأكمله، ومع قرارات الأمم المتحدة، الدولة الجزائرية مع قرارات الأمم المتحدة
ومعاه تقرير المصير للشعب الصحراوي بنفسه. وإن شاء الله نهار تقرير المصير رضا نحضر نحضر في حقائق إن شاء الله. والله كان حين والشعب الجزائري قاع كذب كل صحراوي يفرح. ولادهم راهم في كل المدارس نتاع الجزائر وكل قراءه في المدارس تاع الجزائر وما فيهش فرق. قال هذا صحراوي وهذا جزائري. عاد انتم وولادكم راهم يعاملوهم اكثر من ولاد الجزائر. وهذا ولاد والله نصكم قراءه في الجزائر كاين قراءه في البلاد. واش هو ان شاء الله نتمنى لكم الاستقلال وحنا حلافه تاع الشعب الصحراوي اليوم قدوه وبعد قدوه ومجيال والدهر ان شاء الله يكونوا الناس اللي يجون بعدنا ان شاء الله يكون تضامن كبير كما اليوم موجود يبقى التضامن. وبارك الله فيكم ونشكر وحنا هذا الشيء يفرحكم انتم اخواني الصحراويين. احنا ضفنا ملك مشينا عندك ولكن انا ما فرقتش بين الثوره الجزائريه اللي كنت عايش فيها كنت ضابط وكنت في رازون تروان الولايه الخامسه اللي يعرفوا الناس التاريخ. ما فرقتش بين الثوره الجزائريه وبين الثوره الصحراويه. أقدر أقول تحياتنا الكبير الموجود السي محمد عبد العزيز اللي هو قائد ثورة مسلحة وثورة متاع 37 سنة بلا يقولها قيلهم. إحنا اللي شفنا الثورة واش فيها نعرفها باللي ثورة عظيمة وجيش عظيم وشعب عظيم وإن شاء الله تصلوا الله وشكرا وبارك الله. ثم الرئيس قلت باللي الرئيس قلت باللي نحضر لهم في الاستقلال معناتها الاستقلال قليل. السن نتاعنا احنا بنحضروا شي 20 عام.